بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا مع بعض مره ثانيه تمارين وهنكمل مع بعض. دلوقتي هنشتغل في الحوض، منطقه الحوض. مهم قوي ان احنا نعرف ان المكان ده بالتحديد هو ده مكان الحوض واليوزاكرال كلينك، وكمان المفصل ده مفصل مهم قوي يا جماعه في حاله الناس اللي عندها انزلاق غضروفي والناس اللي عندها مشاكل في اسفل الظهر، وكمان الناس اللي عندها مشاكل في مفصل الورك، والناس اللي عندها اتروزه اللي كتبوا لي وقالوا لي في اتروز، يعني في اتروزه او في خشونه في المفاصل دي، يعملوا التمارين دي او يحاولوا يعملوها. التمرين ده تمرين مش سهل، تمرين صعب، لكن انت او حضرتك هتحاولوا تعملوه بقدر المستطاع ان شاء الله. هنقعد على حاجه تكون طريه شويه على اساس الركبه ما يحصلش فيها مشاكل. الرجل والركبه، القدم والركبه واليد في خط واحد، ما ننزلش تحت وما نطلعش لفوق. يعني معنى كده ايه؟ هنشد البطن شويه، هنسحب السره ناحيه الظهر شويه، وهنحاول نشد اعلى الظهر للسقف فوق بحيث ان يبقى الشكل كده والوضع كده. هنحاول نميل القدم يعني الشمال ناحيه الشمال واليمين ناحيه اليمين بالطريقه دي، بطريقه الاطفال اللي احنا فاكرينها. الاطفال بيحبوا دايما يقعدوا القعده دي، او بيسموه التمرين ده تمرين الضفدع في المانيا. ما ننساش ان هنا انصار عايز يفكرنا ان السره تكون رايحه في اتجاه الظهر، ده مهم جدا. طيب هنعمل ايه؟ هنرجع بس لورا. اهم شيء الحوض يا جماعه يكون ثابت، الحوض ما يبقاش طالع فوق او نازل تحت، يكون ثابت في النص، هو ده لغز التمرين. هتحس شوية يعني بشد أو ألم في منطقة الحوض أو منطقة الركبة. لو حضرتك أو حضرتك يعني معرفتوش تعملوا التمرين كويس، ممكن يكون في مشاكل في الركبة، لكن يعني هنحاول، هنقعد نجرب 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 لغاية ما تظبط معانا، وهتكتبولي وهتقولولي لو في أي مشاكل. الغلط اللي ممكن أنصار يعمله هنا اللي هو يسقط الحوض لتحت أو يطلعه لفوق، أين فيلشتلونج في النهفتة كده غلط، او الدماغ اللي فوق غلط، او الحركة بالطريقة دي غلط، البطن مشدودة والظهر لفوق زي ما شفت كده بالتحديد، ونطلع وننزل يعني لمدة دقيقة 3 مرات ان شاء الله. تمرين رائع جدا ومهم جدا وصعب جدا، ولكن انتوا ان شاء الله بالاصرار وبالعزيمة هتقدروا تعملوا. اللي عايز يخف وعايز يخلص من المشاكل ان شاء الله هيجي على نفسه شويه وهيحاول وهيعمل التمارين دي بطريقه سليمه. هنجيب هنعمل دلوقتي، هنشتغل في العضله الجانبيه بتاعه الفخذ من فوق. العضله دي مهمه قوي، واغلب الناس هيحسوا بالم فيها لانها بتبقى دايما شاده، لان ده هنا ده من اقوى الاربطه، ده رباط من اقوى الاربطه اللي موجوده في الجسم. يعني بنشوف الناس اللي بتعمل رياضه كره قدم او رياضه بشكل عام بتشغل دايما المكان ده. الناس اللي عندها مشاكل، الناس اللي كتبت لي وقالت لي عندها مشاكل في اعاده التاهيل بعد اصابات رياضيه، التمرين ده او الرول ده او الفاستيان بيسموه، انك بتدخل بضغط كبير جدا على العضله وتفكها، الم شديد جدا هتحس بيه من 7 ل 8 درجه الالم. نتحملها ان شاء الله ونعملها طبعا طبعا في الناحيه اليمين والناحيه الشمال في الناحيتين، وده هيخفف حمل كبير جدا على منطقه الحوض ومنطقه كمان الركبه. يعني التمرين ده مهم جدا يا جماعه للناس اللي عندها مشاكل في الركبه، ركب بشكل عام ومشاكلها كلها، سواء كانت يعني يعني كل مشاكل حصلت، سواء كانت غضروف بتاع الركبه او الاربطه او الرباط الصليبي وما شابه ذلك. التمرين ده بقى تمرين فيه تركيز عالي قوي، هننام على البطن بالطريقه دي ونضغط. اهم حاجه بقى هنا نضغط الحوض على الارض بحيث ان الحوض ما يتحركش خالص، الحوض يتضغط في الارض، الحوض ثابت في المكان ده وكانه معمول هنا وكانه لازق في الارض بالشكل ده. ده كده رقم واحد. رقم اتنين، هنحط الكعب بتاع الرجل الشمال في الحاله دي على البطن بتاعت الركبه زي ما احنا شايفين في المكان ده.
انا معلش اسمحوا لي في تشبيهاتي، بحاول على قد ما اقدر اقول لكم تشبيهات تكون قريبه، يعني اسمحوا لي اذا كنت في اخطاء بقولها في اللغويه. يعني هنا مهم قوي ان الحوض يكون لازق في الارض، وهو هنا بيحاول يرفع الركبه دي شويه لفوق بالشكل ده، بس ميني ميني يعني قليل 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 قليل. هيحس هنا او حضرتك او حضرتك، طبعا الحركه دي غلط لو عملها، هو بيورينا الاخطاء. الحوض يكون ثابت، والرفعه هتكون رفعه بسيطه قوي. عشان تعمل الرفعه دي صح هتضغط برجلك على بطن الركبه زي ما انت شايف كده، هتضغط عليها لتحت وهترفع الركبه زي ما احنا شايفين. هنعمل مره ثانيه عشان صعب شويه. اوكي، هنحط الركبه على البطن او الظهر بتاع يعني الكعب على ظهر الركبه الثانيه زي ما احنا شايفين كده بالظبط اهو هنا. وبعدين الحوض ثابت في الارض، لازق في الارض، والرجل اللي هو بيضغط بيها دي بتضغط على الركبه، بتضغط على الركبه لتحت. يعني يفضل تعملوا التمرين ده وتحطوا حاجه تحتكم تكون طريه شويه، والرفعه اللي هيرفعها هو بتاعت الركبه رفعه يعني بسيطه جدا زي ما انت شايف كده. هي من يا بول هي بالظبط الرفعه دي، اكتر من كده لا. اهم شيء الحوض ثابت. ده بيعمل ايه التمرين ده؟ التمرين ده بيفك لنا لو في اي مشاكل مثلا في منطقه الحوض وفي منطقه الاي اس كي، المفصل ده، المفصل ده بيتفك، وبيثبت لنا كمان مفصل الورك. الناس اللي عندها اتروزه، الناس اللي عندها مشاكل، المفصل ده زي ما احنا شايفين اهو، المفصل ده مفصل مهم قوي يا جماعه. ده بيحصل فيه مشاكل باستمرار لما بيكون عندنا مشاكل في اسفل الظهر. وهنا في نفس الوقت المنطقه بتاعه الحوض بتكون بقى ايه، التمرين ده بيعمل فيها ايه بقى، بيخليها تستقر، بيخلي الحته دي تكون مستقره. وده هو اللي احنا عايزين نوصله لكم وعايزينكم تعملوه ان شاء الله. تمرين اعملوه كتير زي ما قلت، كل مره دقيقه، 3 مرات في اليوم كرروه، وان شاء الله هتقدروا تعملوه. شكرا جزيلا، واشوفكم على خير، مع السلامه.